اوكي، بالنسبه لل يعني بالنسبه للتمرين الثالث خلاص خلصناه وقفلنا الفايل. تحدث على البوينت ستايلز، يعني في كثير من الاحيان in many cases we don't need to connect all points. Some points are not needed to be connected. يعني بعض النقاط شجر او نقاط مثلا رفع مساحي الارض او مين هولز او باور بولز، كل هذه النقاط يعني هي احنا لو فتحنا الفايل لما اشتغلنا في التمرين الثالث اغلب النقاط معرفه بكروس او بدوت، فاحنا نريد ان نعطيهم ستايل. ستايل يعني يعني النقطه اللي هي من الارض تاخذ اتريبيوت خاص بالارض، هول تاخذ شكل السامبل الهول، تري تاخذ شكل تري اكسترا. فكيف نسوي هذه الامور بصفه اليه واوتوماتيكيه؟ This is the objective of point style. يعني بالنسبة للpoint style أو بالنسبة للlabel style. Label style يعني ممكن تريد أن تسمي بعض النقاط ونقاط أخرى ما تعطيها أسماء أو ما تعطيها attributes، أو كيف تسمي النقاط بصفة آلية أوتوماتيكية. مش هتقعد ترجع على كل واحدة تسميها بالنقطة بالنقطة، لا، هذا يعتبر إضاعة الوقت ومش ليست الطريقة الصح. يعني إحنا في شيئين الآن نريد أن نعطي السامبل الصح، ما نعطي فقط كروس مارك للنقطة أو دوت للنقطة، لا، ممكن نعطيها أشكال متعددة حسب الفانكشن أو الوظيفة اللي تقوم بها يعني هذه النقطة. والشيء الثاني إذا نحب نعطي أسماء ونضيف تكست يعني للنقطة أوتوماتيكين، كيف نسوي هذه المسألة؟ فهذا الأوبجكتيف للتمرين الثالث. قبل أن نفتح الأوتوكاد زيفر 3D، أوكي، هنا الأوتوكاد زيفر 3D هنبدأ نتحدث على الديسكريبشن كيز. فهنفتح هذا الفايل اللي هو الديسكريبشن كيز DWG، بعدين هنروح على السيتنج نتحدث فيها بعد شوي، وحنتحدث على مثلا الأتريبيوتس الخاص في الشجر. فخلينا نفتح هذا الفايل الديسكريبشن كيز DWG. الديسكريبشن كيز DWG open drawing Chapter 3 and she is more description keys DWG open. لو لاحظتوا جيدا هو تقريبا وين انتهينا اخر مرة. اوكي، فقط هنا لون عاطي لون ازرق، بس هو الاشياء اللي انتهينا فيها اخر مرة. هنا لو قربت هذه كلها موجودة على layer 0. انا I will open the file. هنا we can open the settings. This is my file. أروح على settings. Points. هنا description keys لل points. Okay. هنا ال point style. Okay. أنواع ال point style. هل هي basic أو benchmark أو bound أو etc. وهنا ال point label style. يعني أي نقطة موجودة عندك شكلها كيف حتظهر. مثلا هنا ظاهرة بلون أخضر. اوكي، زي ما شايف انت هنا خضر، هنا مثلا جري، هنا هذا جري. النقطه بوينت ستايل كيف حتظهر النقطه، تعريفها سيتم في ستايل. طبعا هنا من الديسكريبشن كيز انت حتحدد، بس انت اول ديسكريبشنز موجودين عندك هنا. انواع النقاط هذا الستايلز اللي موجودين عندك، بعدين انت حتعطي الديسكريبشن هنا في البوينت ديسكريبشن كيز، هتعطي الديسكريبشن اللي تناسب مع النقطة اللي تتشغل عليها. نفس الشيء بالنسبة للليبل ستايل، ايش تبغى انت؟ تبغى ديسكريبشن اونلي، اليفيشن اند ديسكريبشن، اليفيشن اونلي، يعني ايش النص اللي حتكتبه جنب النقطة؟ فهذا اللي حنشتغل عليه الان. فانت لما تجي هنا مثلا، اوكي انا ماني متابع التمارين زي ما هو بطريقة لينير، بس اشرح لك هنا ايش موجود. هنا لما تجي على في السيتنج تجي على الديسكريبشن كيز، اوكي هنا essentials. اوكي هنا essentials بما انه احنا اخذناها، لو تروحت على properties بالنسبه للاشياء essentials، ممكن هنا نروح على properties في description keys. هنا عندنا essentials، ممكن يكون عندك اكثر من واحد. اوكي، ممكن تعمل edit keys. فلما تعمل edit keys تطلع لك مجموعه الاتريبيوتس. يعني مثلا هنا كل ما هو building بعده ستار، كل ما يبدأ BLD يعني أي شيء يجي بعده ستار، يعني أي شيء BLD1 BLD
10 بال دي هاي، بال دي لو، المهم اي شيء يكتب بعد بال دي يؤخذ كله تحت الكود. هذا الكود، هذا الكود هو ستايل ستاندرد والبوينت ستايل ديفولت. اوكي، وهنا الفورمات BLD كورنر اكسترا. هنا مثلا TR بالنسبة لهذا التمرين هو مركز على TR، وهنا بيحط لك style of the point standard والpoint label style default. default حسب هذا التمرين ما في كتابة، بس ممكن نغيرها، ممكن نجي هنا نغير بالنسبة للستاندرد. إذا تعمل كليك بتطلع لك مجموعة إيش نقاط التري، لازم تختار تري. أوكي، بس خلينا نجي نرجع لها بعد شوي. أوكي، فقط حتى ما تحسوا إني أنا اشتغلت التمارين بدون. فهنا بيقول لك افتح السيتنج اللي في التول سبيس، اكس بوينت بوينت ديسكريبشن كيز، اديت كيز، بعدين كليك ذا ستايل اللي خاص في التري تي ار. كل ما يبدا بتي ار هنا هيصير يتغير. فبيقول لك سيلكت تري، يعني هنا نرجع للاوتوكاد بالنسبه للديسكريبشن كيز، اديت، تروح على تي ار على ستايل، هنا دبل كليك، يلا وتختار تري، لان تري لازم يكون الديسكريبشن تبعها تري. اوكي، او الديسكريبشن اللي تناسب معه. جميل، هذه ممكن انا اقفلها. اوكي، اخترنا تي ار تري. اوكي، قلنا اوكي، بعدين كليك اون ذا جرين مارك. اوكي، بعدين جو تو ذا بروسبكتور، يعني انت حتروح على البروسبكتور ان ذا ليستنج بوينتس ات ذا بوتوم اوف سكرول تو ذا رايت اند يعني كليك رو ديسكريبشن كولنز هيدنج تو سورت بوينتس باي ذير بروبرتيز. بعدين نروح على الاشياء اللي عندها علاقه بكي تي ار اللي فيها في ديسكريبشنز تي ار، وبعدين ابلاي ديسكريبشن كيز. هنا مطلوب يروح على البروسبكتر، شوف الليستنج في اشياء عندها اتريبيوت تي ار، فلما تعمل له ابلاي ديسكريبشن كيز اوتوماتيكيا تتغير. يعني هو اللي طالبه منك تروح على البروسبكتر، هنا تروح على بوينتس فبيظهر معك هذا، صح؟ ممكن نوسع فيها شوي كده. اوكي، هنا الخصائص، اذا تعمل كليك هنا يترتبوا بالابجديه. اخر شيء عندنا احنا ايش؟ تي ار، صح؟ خليني اسحبها لفوق شوي حتى تظهر معكم. ف يعني لو اخذت اي نقطه من هذا من اللي يبدو بتي ار، مثلا اي نقطه هذه مثلا، وقلت له زوم تو ذيس بوينت، ها هذه النقطه رقم ايش؟ 160. انا قلت له زوم تو، لو قلت له في هذه النقطه ابلاي ديسكريبشن كيز لهذه النقطه، خلاص صارت شجره هذه النقطه. شفت انا بقيت النقاط ما تغيرت لاني اخترت هذه النقطه وقلت له اعمل لي ابلاي ديسكريبشن كيز. الان لو جيت على كل النقاط هنا، وين عفوا، روح على all points مثلا هنا، تقول له apply description keys كل النقاط كل الشجر يطلع لك، لانك انت خلاص غيرت في الاتريبيوت فصار كله بيظهر بهذا الشكل. هذه فكرة description keys، يعني انت تأتي الاتريبيوت في السيتنج، تأتي الاتريبيوت الصح. اوكي، تأتي الكي الصح، المفتاح الصح، حتى في الكتابة الحروف هنا مش ظاهرة، صح؟ شجر انت مالك تفرق بينهم الشجر، يعني انت بتعطيهم شكل شجره وانتهى الامر. ها، بس عايز اعرف اي شجره تقابل اي شيء بالضبط. فخلاص انت هذه ايضا بالنسبه للنص البوينت ليبل ستايل او تخليها ديفولت، ممكن تعطيها شيء اخر. يعني ممكن تجي هنا تعمل كليك وتختار يعني ايش حتحط، يعني elevation and description elevation only. لو حطيت elevation only خلاص هو حيحط الارتفاع، يعني لو قلت له الان update ولا apply description keys apply description keys. اوكي، خلاص يصير يظهر معك النص الارتفاع. اوكي، هذه الارتفاع النقطة. لو اخذت هذه النقطة مثلا 287 وقلت له زوم تو،
لا هذه لانها بيلدينج اي دونت نيد ات، انا حابب اعمل زوم على 3، نقول له زوم تو ذس 3، هذه 57.88، اوكي هذه النقطه 153، 87.88. اوكي شباب، ايش مطلوب ثاني هنا؟ طبعا if you select all points and apply description keys to all points بيمشي معك. الان بالنسبه للستايل بوينت ليبل ستايل، انا كنت كنت فقط جيت هنا على السيتنج على الديسكريبشن كيز وعملت اديت وغيرت هنا، قلت له حط لي اليفيشن اونلي. انا ممكن ترى اجي هنا اعمل كليك واختار مثلا مش عارف مثلا بوينت نمبر اليفيشن اند ديسكريبشن، اخترت هذه اوكي. طبعا هو مش هياخدها بعين الاعتبار الا ما تعمل له ابديت، تروح على البروسبكتور وتقول له ابلاي ديسكريبشن كيز حتى يعمل ابلاي بالتعريف الجديد. فتلاحظ هنا ايش عاطيك، مثلا هذه الشجره تي ار 3 او الديسكريبشن، لانه هذا ديسكريبشن كي 300 اوكي باي سنتيمتر، يعني هذه شجرة ارتفاعها 3 متر في حقيقة الأمر. باين هو شجر الصنوبر حسب، وبالطبع في أشجار أخرى مابل إكسترا. فهنا يريد أن يشرح طريقة ثانية بالنسبة لل how to write things. ممكن في الديسكريبشن كيز عندك، شفت هنا كيف كاتبين مثلا، خلينا نروح على شجرة معينة، ناخذ شجرة هذه مثلا 153 أو 156، نعمل زوم تو فقط حتى اوكي. خلينا ناخذ شجرة تكون على أي مثلا هذه الحالة، بحيث انه ما ايش عندنا هنا، عندنا رقم النقطة الاليفيشن وال الاتريبيوتس هذه، يعني اللي هي ايش اسمها، يعني اللي هي 3 200 كذا، هذه 156 ماشي. خلينا نروح على الديسكريبشن كيز واقول له ايوه، نحط دولار كده يعني في الابسوليوت. ممكن انا هنا اجي اغير في نوعيه الكتابه، وهذه طريقه للكتابه خاصه شوي اوكي. انا قبل شوي نقول كنت 300 سنتيمتر، هي لا 300 مليمتر، يعني فقط اسحب هذا الفايل اوكي، اسحبه من هنا استريتش ات لايك ذس، بحيث فقط هنا حاجه هنا واحط دولار دولار 1 دولار 1 بالمليمتر سبيس دولار 2. مش عارف انا كيف المشكله، عندي مشكله في خلاص دولار 1 مليمتر دولار 2. ترى خلينا نشوف هذا تاثيره حيكون ايش بالضبط على على النقطه. ابلاي ديسكريبشن كيز، صارت 200 مليمتر باي اوكي. يعني انت 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 هنا في الكتابه عندك في حقيقه الامر بالنسبه للليبل ستايل عندك مجموعه من الفاريبلز. شفت هنا في الديسكريبشن كيز قبلها كنا حاطين دولار ستار، يعني اكتب اللي موجود هنا كله. هنا لما حطينا دولار 1 دولار 2 لا عاد في اليفيشن، عفوا لا عاد في بوينت ديسكريبشن ولا بوينت نمبر ولا صح ولا اليفيشن، يعني هو خرج لي مباشره 200 مليمتر باي. لو جيت انا هنا عوض اني احط دولار
1 احط مثلا ضيف لها قبلها دولار زيرو، اوكي يعني دولار زيرو سبيس دولار 1 مليمتر دولار 2 اوكي، واقول له apply description keys، هيصير عندي ايش تي ار 200 مليمتر باي، يعني في حقيقة الامر دولار زيرو هو الديسكريبشن كيز، دولار 1 هو الاتريبيوت اللي خاص في الارتفاع، والدولار 2 هو اسم الشجرة. اوكي فانت يعني ممكن تعرف الامور مثل ما تشوفها، يعني ممكن انا هاجي هنا اديت كيز ارجع على هذا المستوى، مو لازم احط المليمتر مثلا بين قوسين، يعني ممكن احطها كده اوكي مليمتر اوكي كده بهذا الشكل، اتخلص من دولار زيرو اوكي خليها كده دولار 1 مليمتر دولار 2، نقول apply description keys، كل الاشياء اللي حتكون عندها هذه الاتريبيوتس اوتوماتيكيا بتطلع لك كده، واضح؟ ممكن ارجع هنا ايضا على السيتنج edit keys، هنا ايش حاطين؟ هنا في الخصائص حطينا point and elevation and description، صح؟ كنت ممكن احط فقط description only، يلا description only، في هذه الحالة حتطلع لك فقط description زي ما انت عرفتها، فبتجي هنا يقول له apply description keys، تجي معاك فقط الديسكريبشن بدون الاليفيشن. هذا بيرجع لك ليك انت كيف تريد ان تظهر نفس الشيء بالطبع، يعني مو فقط يعني اللي يتم على هذه يتم على بقية النقاط، يعني شوف هنا شجرة الباين شجرة الاوك اوكي يعني ضابطة للكل بنفس الطريقة. في فقط هنا في حقيقة الأمر هذه شجرة بنرجع لها بعد شوي، في مشكلة شوف في تعريفها، تعرفت TTR 3 TTR 300 باين TTR النقطة الحمراء، هذه ممكن نصححها بعد شوي، بعضها تصير أخطاء في الكتابة في الرفع المساحي، فالفكرة إنه كيف نصحح هذه الأمور. هذا هو الهدف من هذا التمرين. هنا كنا نتحدث عليه، قلنا what is the meaning ولا what is the aim of using dollar. يقول لك in the previous exercise you used the code dollar 1 millimeter dollar 2 to create the full description for the trees. The dollar is a special code for Civil 3D. You want to use a part of the raw description in the full description. يعني انت عندك full description، اذا تحب تحتاج انك تعرف جزء منها ممكن تعرف. TR هذه الديسكريبشن الاولى، هذه بالطبع هي الدولار زيرو زي ما قلت لكم. 300 هي دولار 1، الاوكي هي الدولار 2، وهكذا دولايك يعني. فممكن تبدا دولار 2 دولار 1، يعني كنا ممكن نقلبها ترى، ممكن نجي هنا مثلا على الديسكريبشن كيز هنا في الاسينشالز اديت كيز، يعني اجي هنا اعمل كليك وابدا بدولار 2، يعني ممكن ابدا بدولار 2 سبيس واشيله من هنا دولار 2، ها يعني تصير دولار 2 سبيس دولار 1 ان مليمتر. فلما تقول له انت ابلاي ديسكريبشن كيز، ها ايش يصير معك؟ يصير باين 200 مليمتر. هذا ايش؟ هذا سينطبق على الكل. شوف باين 150 باين كذا، يعني الديسكريبشن تصير هي الاولى، دولار 2 هي اسم الشجره، يعني نوع الشجره ايش بالضبط. اوكي احنا مو رتبناها هنا، لو نزلت اسفل التريز ايش عندنا؟ التريز هذه الفول ديسكريبشن، واضح؟ فهو الاتريبيوت هذه الرو ديسكريبشن، عندك تي ار 600 باي، واضح؟ فانت بعدين ضبطها حسب ما تبغى، يعني هذه دولار زيرو 600 دولار 1 والباين هي دولار 2، تظهر ما تظهر وتخفي ما تخفي، يعني هذا بيرجع لك انت بعدين، واضح اصدقائي؟ up ارجع كده this is my survey، والان خليني اقفل هذا التمرين وانا مر للي بعده. I don't need to update.